الشطرنج لعبة جميلة وممتعة، ولكن وراءها أفكار دراسية ربما معقدة، وقد رأينا الكثير من الدراسات الجادة، ولكن في هذه السلسلة سنبتعد كثيرا عن كل ما هو معقد ونعطي الشطرنج للمتعة، وسنرى في كل فيديو من هذه السلسلة أدوار قصيرة وأيضا مواقف مثيرة، سواء تكوينات أو نهايات أدوار تنتهي بنهاية مفاجئة. وسيكون لدينا في كل فيديو أحد الضيوف، مثلا كبول مورفي، أو من العصر الرومانسي ككابابلانكا وأليخين، أو ربما ينضم إليهم في شارواتيل وكاسباروف وكربوف. والآن هيا نشاهد ونتذوق ونستمتع. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج للمتعة، وده الفيديو رقم 16، ويعتبر من أغرب الفيديوهات اللي هنقابلها، لأن خبراء الشطرنج اختاروا أفضل 100 دور في تاريخ الشطرنج، وبالطبع تنافس جميع أساطير الشطرنج والنجوم المتلألئة لكي يحجزوا أماكنهم في تلك القائمة. ولكن هذا الجراند ماستر الهندي ابن كالكوتا المجهول شانداس كانديبان حجز مكانه ضمن هذه القائمة بهذا الدور الذي انتهى بتكوينة كش مات رائعة يندر أن نراها في تلك الأيام. ولكن قبل أن نلتقي بابن كالكوتا، هيا نرى نهاية دور غريبة ملك وبيادئ، ونصطدم في النهاية بالسؤال المعتاد، هل هي صعبة أو سهلة؟ في الموقف اللي أمامنا، الأبيض لديه بيضقين أمام بيضق للأسود، ويبدو أن الفوز قريب وسهل، ولكن هناك بعض النقاط الفنية التي يجب أن ننتبه إليها. الأبيض بيبدأ بالنقلة المنطقية كينج اف 6، والأسود لديه اختيارين، الأفضل الذهاب إلى المربع دي 8، لأنه لو ذهب إلى المربع اي 8 هيخسر سريعا بسبب كينج اي 6، والأبيض بياخد المقابلة وبيفوز بسهولة، مثلا بعد كينج دي 8 دي 7، والأسود مجبر على الذهاب للمربع سي 7، والأبيض يلعب كينج اي 7 ويأمن مربع الترقية ويفوز. ولذلك الأفضل الذهاب إلى المربع دي 8، وهنا الأبيض عليه الحذر، لأنه لو لعب بطريقة روتينية نقلة زي الكينج اي 6 الأسود حيصل للتعادل سريعا بكينج اي 8 وبياخد المقابلة مع الملك، ولن يستطيع الأبيض تطوير موقفه لأن البيدق بيتقدم بكش والدور بينتهي بالتعادل. ولذلك الأبيض عليه أن يلعب النقلة الفنية دي 7، بيضحي بالبيدق السالك ولكن من أجل أخذ المقابلة مع الأسود، لأنه لو تجاهل البيدق بكينج سي 7 الأبيض حيفوز فورا بكينج اي 7 والنقلة القادمة حيرقي ويفوز. ولذلك الأسود مجبر على أخذ البيدق، وهنا مهمة الأبيض أصبحت سهلة لأنه حيلعب كينج اف 7 وبياخد المقابلة مع الملك الأسود، وبعد كينج دي 8 كينج اي 6 كينج سي 7 الأبيض بيحافظ على المقابلة بكينج اي 7، والملك الأسود لازم يبتعد، والأبيض بيلعب كينج دي 6 طالب البيدق، والأسود مجبر على حمايته، والأبيض بيستمر في أخذ المقابلة بكينج دي 7، والملك الأسود لازم يتخلى عن حماية البيدق، والأبيض بياخده ويفوز لأن الملك في الصف السادس والبيدق وراءه. فمثلا بعد كينج سي 8 كينج دي 6 كينج دي 8 سي 6 كينج سي 8 سي 7 البيدق بيتقدم بدون كش، والأسود مجبر على الذهاب للمربع بي 7، والأبيض بيلعب كينج دي 7 وبيرقي ويفوز بسهولة. وأخيرا هيا نرى هذه النهاية لملك وبيادئ. في الموقف اللي أمامنا، الأبيض أيضا لديه بيدقين أمام الأسود له بيدق، ومهمة الأبيض تبدو سهلة، ولكن وكما هي العادة هناك بعض النقاط الفنية التي يجب أن يتبعها الأبيض لكي يفوز بسهولة، وإلا يصل الأسود للتعادل.
اولا الابيض لو حاول يتخلص من البدائي الاسود بنقله زي الدي 5 هتكون نقله سيئه، والاسود هيرحب بالتكسير، وبعد كينج دي 5 كينج بي 6 الاسود بيهدد بكينج بي 5 ويفوز بالبيضه، والابيض مجبر على لعب كينج سي 4، وهنا الاسود بيلعب كينج سي 6، والاسود بياخد المقابله، والموقف هينتهي بالتعادل، لان بعد مثلا بي 5 كينج بي 6 والابيض لن يستطيع تطوير موقفه، وده موقف تقليدي معروف نهايته بالتعادل، ولذلك الدي 5 لا تصلح. والنقلة الصحيحة هي لاعب كينج دي 7، والأبيض بياخد المقابلة وبيناور لكي يجعل الأسود يترك حماية بيدقه، والأسود بيتشبث بالأمل بكينج بي 6، وهنا الأبيض بيلعب النقلة الفنية كينج سي 8. المناورة دي مناورة غريبة، الأبيض بيبعد الملك الأسود عن حماية بيدقه بأنه بيجعله يذهب في حرية لأخذ البيادق البيضاء، وبعد مثلا كينج اي 6 كينج سي 7 طالب البيدق كينج بي 5 الاسود بيحمي بيدقه، والابيض بيستمر في المناوره بكينج بي 7 والاسود مجبر على ترك حمايه بيدقه، وافضل شيء هو اخذ البيدق الابيض، لكن بعد كينج سي 6 الابيض فاز بسهوله لان البيدق هيتقدم في امان لمربع الترقيه تحت حمايه الملك الابيض. حان الآن وقت المتعة، هيا نرى سانجيبان وهو يلعب في بطولة مفتوحة في كندا سنة 2008، وكيف أنهى الدور بنهاية أدخلته التاريخ. سانجيبان الهندي هو أحد الجراند ماستر اللي فتح لهم الطريق رائد المدرسة الهندية فيسوانسن أناند، ومثل بلده في الأولمبياد أكثر من 3 مرات، وهو من مواليد سنة 83، يعني وقت هذا الدور كان لديه 24 سنة، وبدأ بجي 4، والاسود هو الروسي الاصل سيرجي تيفياكوف لكن استقر في هولندا، وكان من الناشئين الواعدين، فهو فاز ببطولة العالم للناشئين تحت 17 وتحت 16 سنة، ورد بنايت اف 6، ودي النقلة المميزة للدفاعات الهندية، وبعد سي 4 اي 6 نايت اف 3 الاسود لعب بي 6، وكده دخلنا في الدفاع الهندي من جهة الوزير. الاسود هيعبق الفيل عن طريق الفيونكا، والابيض بيلعب جي 3، وبعد بيشوب بي 7 بيشوب جي 2 الاسود لعب بيشوب اي 7 ومستعد للتبييت في جناح الملك، والابيض سبقه بكسل كسل. ووصلنا لأحد المواقف الشهيرة في دفاع هندي الوزير، وعادة هنا الأبيض بيكمل بنايت سي 3 عشان يلعب النقلة المحررة دي 4، ولكن سانجيبان ملعبش النايت سي 3 اللي بتحضر للعب الدي 5، إنما لعب مباشرة النقلة دي 5، وبكده الأبيض بيضحي ببيدق، وهذه التضحية معروفة ولعبها بوليجلافسكي في أدواره أمام كاسباروف، وكذلك فاز بيها بأكثر من دور أمام متحديه كورشينوي. والأسود لو كان لاعب موقفي بيلعب نايت اي 6 وبيحاول يستغل الإضعاف على المربع سي 5، ولكن تيفياكوف قبل التضحية بإي تيكس دي 5، والأبيض بيكمل نايت اتش 4، بيفتح الوتر أمام الفيل للضغط على بيدق الدي 5، والاسود لا يستطيع الاخذ لان فيله الاسود غير محمي، ولذلك بيلعب سي 6 وبيحمي البيدق، وبعد سي دي 5 نايت دي 5 الابيض لعب نايت اف 5. الاسود متقدم ببيدق لكن الابيض موقفه افضل، فالفيل مفتوح امامه الوترز والمربعات البيضاء، بينما الفيل الاسود مغلق طريقه بالبيدق والحصان، وكذلك الابيض لديه حصان قوي على المربع اف 5 مستعد لمهاجمة الملك، ولا يستطيع الاسود طرده بنقلة زي الجي 6، الحصان هيقفز فورا للمربع اتش 6 بشكل الملك وهيسبب له الكثير من المتاعب، ولذلك الابيض موقفه افضل، لكن ده امام تفوق الاسود ببيدق، ولعب نايت سي 7
بيفتح الطريق للعب النقلة التحررية D5، والأبيض حاول يمنعه بE4، لكن بعد D5 نايت C3 بيضغط مرة أخرى على بيدق D5، والأسود لعب بيشوب F6 بيحاول يتخلص من الحصان اللي ضاغط على بيدق D5، والأبيض كمل ED5 CD5 بيشوب F4. الفيل بينتشر وبطريقة غير مباشرة بيضغط على بيدق D5 لأنه هيتخلص من أحد المدافعين وهو الحصان اللي حامي البيدق، ولذلك الأسود كمل نايت A6 بيحمي الحصان، والأبيض كمل روك E1 وبيسيطر على العمود المفتوح، والأسود بيكمل في تعبئته بكوين D7 بيعبق الوزير بتمبو وطالب الحصان، وكذلك بيربط بين الرخين. والموقف ده وصلنا له في الكثير من المرات، وكاسباروف اعتبر هذه النقلة خطأ فادح، لكن بعد التحليل المكثف اعترف بأن هذه النقلة يمكن لعبها وليست خطأ فادح. على أي حال بدون الدخول في التعقيدات، هذا الموقف موقف معروف، والأبيض كمل بيشوب H3 وبيبدأ هجوم شرس على الملك الأسود، والتهديد المباشر هو النايت H6 تشيك وبيكشف هجوم على الوزير، والوزير لازم يتحرك، وإذا جاء في المربع C6 لن تكون نقلة جيدة، لأن الأبيض هيكمل بروك C1 والأبيض بيهدد برفع الحصان بتهديد الوزير، وكذلك بيسيطر على عمود السي، وبذلك بيكون الأبيض بيسيطر على العمودين المفتوحين. وبعد التحليل المكثف وجد ان افضل نقلة هو تراجع الوزير للمربع D8، وبنصل لموقف تقريبا متساوي بين الطرفين رغم ان الاسود متفوق ببيدق، لكن في الدور تيفاكوف رد بنايت E6. ومن هنا بتبدأ قصتنا. اولا لازم نلاحظ من هنا وحتى نهاية الدور ان الفيل بيصوب بطريقة غير مباشرة على الحصان، وان الحصان موجود في مفترق الطرق بين الوترين المؤدي الى الملك والمؤدي الى الوزير. اما العامل الثاني فان الوزير الاسود غير محمي وهو على نفس العمود مع الوزير الابيض، وسانجيبان استغل هاتين الفكرتين واستطاع ان يقوم بواحدة من اروع تكوينات الكرش مات. لكن كيف كانت البداية؟ سكانديبان لعب النقلة الرائعة نايت E4. بالطبع حصان لا يمكن اخذه لان البيدق مربوط على الوزير، وابسط تهديدات الابيض هو اخذ الفيل على مربع F6 بتشيك وفتح العمود G امام الملك، والوزير هيستطيع ان يستغل هذا العمود لاعطاء كش مات. لاحظ ان قطع الاسود مركزة في جناح الوزير ولا تستطيع تقديم العون للملك في الوقت المناسب. على اي حال تيفياكوف كمل بيشوب تيكس B2 طالب الرخ، والهندي لعب روك B1 طالب الفيل، وبالطبع كل هذه التهديدات التكتيكية على حساب ان الوزير غير محمي والاسود لا يستطيع حمايته بسهولة، لان مثلا لو لعب بيشوب C6 وبيحمي الوزير وبكده اصبح الحصان مطلوب، لكن الابيض هيلعب نايت G5 الحصان ابتعد عن الخطر والفيل اصبح مهدد، ولو تراجع الابيض هيلعب ببساطة روك تيكس E6 وهيستغل هذه النقطة بالفيل لانها بتصوب على الملك والوزير، لان بعد F تيكس E6 الابيض هيلعب ببساطة نايت H6 تشيك، والاسود لا يستطيع اخذ الحصان والا الفيل هياخد بشوكة للوزير والملك، والنقلة الوحيدة هي كينج H8، وهنا الأبيض بيفوز فورا ببيشوب E6 وبيهدد بنايت F7 تشيك، والملك لابد أن يجيء تحت الكشف، والأبيض بيرفع الحصان أكتر من مرة ليفوز بالقطع السوداء بسهولة، ولذلك حماية الوزير بالبيشوب C6 لا تصلح. بينما لو تراجع بالفيل لمربع D4 الابيض هيلعب ببساطة ايضا نايت G5 والحصان ابتعد عن الخطر، ودلوقتي بيهدد باخذ الحصان الاخر والفيل يصبح بدون حماية، ولذلك الاسود مضطر للتراجع بالفيل، وهنا الابيض بيلعب مرة اخرى النقلة الشهيرة روك تيكس E6.
وبندخل فيما يشبه التفريع السابق. ولذلك في الدور الاسود وجد ان افضل طريقة هو حماية الوزير بالنقلة بيشوب سي 8، وبكده الحصان اصبح مطلوب امام الفيل، لكن الهندي كمل كالمعتاد بنايت جي 5 والحصان ابتعد عن الخطر والفيل اصبح مطلوب واضطر للتراجع للمربع اف 6. وهنا بدأ سانجيبان بتكثيف هجومه بدخول الوزير بكوين اتش 5، طالب تشيك ميت على المربع اتش 7. اذا لابد من التخلص من الحصان، والاسود لو اخذ بالحصان الابيض هيفوز فورا ببيشوب جي 5، طالب نايت اتش 6 تشيك وبيكشف هجوم على الوزير، وبعد بيشوب جي 5 الابيض بيكمل بكوين جي 5 طالب تشيك ميت وطالب نايت اتش 6 تشيك ويفوز بالوزير، والابيض بيفوز في كل التفريعات. ولذلك الاسود اخذ بالفيل والابيض كمل بيشوب جي 5، ويبدو كده ان الاسود استطاع اخيرا ان يتماسك ولعب روك اي 8. لكن سانجيبان كان لديه حلول اخرى ولعب النقلة الاخرى الرائعة، يا ترى ايه هي؟ سانجيبان لعب النقلة الغامضة بيشوب اف 6. على اي حال الابيض بيهدد بنايت تيكس جي 7 بنفس التهديدات بالتضحية على المربع اي 6، ولذلك تيفياكوف كمل جي تيكس اف 6 كوين اتش 6. الابيض له اكتر من تهديد، منهم التخلص من الحصان وكش مات على المربع جي 7، ومنهم وهو الاهم الاخذ على المربع اف 6 واخلاء المربع اتش 6 للكش بالحصان. على اي حال حاليا لا يوجد اي تهديد قوي، لان بالاخذ بالرخ الاسود هياخد بالبيدق والوزير حامي المربع جي 7، والاسود حاول يقوي دفاعاته ولعب نايت سي 5، والحصان في طريقه للمربع اي 4 وبيغرق العمود اي نهائيا وبيتخلص من هجوم الابيض ومازال متفوق بقطعة وبدائين. لكن سانجيبان واصل هجومه العاصف ولكن بنقلة هادئة، يا ترى ايه هي؟ سانجيبان لعب روك دي 1. بالنقلة دي سانجيبان منع النايت اي 4 لانه هياخد بالرخ، معتمد على ان البيدق هيكون مربوط على الوزير امام الرخ الاخرى، ومثل هذه النقلات لا يجدها غير اللاعبين الموهوبين. والوزير ابتعد عن هذا الوتر ولعب كوين بي 7، ودلوقتي هيستطيع اغلاق العمود، لكن سانجيبان ما زال في جعبته الكثير ولعب روك دي 4، طالب تشيك ميت في نقلتين بروك جي 4 تشيك وكوين جي 7 تشيك ميت. وبالطبع الاسود لا يستطيع اخذ الرخ والا كوين جي 7 تشيك ميت، لكن على اي حال لعب نايت اي 4 واغلق العمود، وسانجيبان ما زال لديه الكثير من المفاجآت ولعب روك اي 4 وبعد دي تيكس اي 4. الابيض لعب اخيرا كوين تيكس اف 6 وبيخلي مربع الهام اتش 6 للكش القاتله بالحصان. بالطبع الاسود مره اخرى لا يستطيع اخذ الرخ والا هيتلقى المات على المربع جي 7، ولذلك لعب كوين سي 7. لكن هنا ولمفاجاه الجميع اعلن الهندي المات في 3 نقلات، هل تستطيع ان تجدهم؟ سانجيبان لعب نايت اتش 6 تشيك والاسود مجبر على الذهاب للمربع اف 8، وهنا بتجيء المفاجأة بكوين اتش 8 تشيك كينج اي 7، ويبدو ان الملك تم تحرره، لكن هناك مات مختفية بنايت اف 5 تشيك ميت. والان ما رأيك في هذا الدور؟ وهل يستحق ان يجعل من هذا الهندي المجهول احد مشاهير الشطرنج ام لا؟ واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.